بالنسبه لك العلاقه ديال الثقه ما بينك انت كشابه وما بين المؤسسات، بالمؤسسات في المعنى العام ديالها، تعليميه صحيه اداريه؟ هي علاقه مزعزعه شويه، ما كايناش ثقه 100%. ضروري كتكون شي تجارب اللي كتخلي عندك داك الانطباع ديال انه راه السيرفيس ديال ديك المؤسسه ماشي هو هذاك، ما متوافقش معاك ولا في عوائق بزاف. بالنسبه للدور ديالنا حتى حنايا في هاد الثقه هذه اللي ما ثابتاش، هو انه ما كتكون الثقه بين جوج طرفين، حتى كيكون كل واحد عارف الاخر اشنو هي القيمه ديالو، اشنو كيسوى، اشنو غادي يدير لك، اشنو غادي يعطيك، واشنو غتعطيه حتى انت. مادام انه هاد الطرفين بجوج وما عارفينش، من جهتي انا كشابه ما عارفاش الواجبات اللي عليا بزاف، وما عارفاش الحقوق نيت اللي عندي من جهه المؤسسه، راه كنضيعوا في شحال من حاجه. كتقول شي موقف ما كايناش الثقه، ما كنتيقوش فيها. وهذا مشكل كبير، حيت نورمالمون كون كان التواصل، يعني التواصل هو شي حاجه اللي بسيطه وشي حاجه اللي دغيا تقدر تخلقها مع ما بين مؤسسه وما بين مواطن، ماشي شي حاجه صعيبه، وكنشوفوا انها منعدمه تقريبا. وهذا الشيء اللي كيخلي الشباب ينتفضوا بهذه الطريقه هذه. اصلا هذه الفكره تاع الاختلاف ما عندناش في المجتمع ككل. خص كل شيء يكون عباره على واحد النموذج، خص نكونوا كاملين نموذج واحد. صافي اون فوا غتكون مختلف على داكشي اللي كيفكروا بيه، ولا واحد النمط العيش اللي مولف لا سوسيتي تاعك، فصافي ما تبقاش منتمي ليهم، كيخرجوك كيليميتيوك عليهم. ومشكله هذا راه معضله، حيت الاختلاف هو اللي كيكري التغيير، هو اللي كيكري داك لا توش ارتستيك وكرياتيف في لا سوسيتي. انت كتمثل، انت كتغني، انت طبيب، انت ما نكونوش كاملين في واحد النموذج. يعني لو فات اصلا المجتمع ولا السيستم ادوكاتيف ولا بزاف ديال الحوايج اللي داك الثقه منين وانت صغير ما كتكونش فيك، لاش بغيتي داك الهضره غادي غالي يخرج عليك ولا شي حاجه بحال هكا، ما تكونش عندك واحد لا كونفيونس ان سوا. دونك كيفاش انت اصلا ما كيفاش بغيتي تثق في شي حاجه زعما اللي كبر منك؟ ولا ديما كيكون واحد ديكالاج كاب. وبيان كيبان لي ما كاينش واحد السينكرونيزاسيون ما بين الحاجيات ديال هاد الوقت، الخدمات اللي كتعطي هاد المؤسسات، لا من ناحيه التعليم كمثال ذكرتو، خاص الحاجيات ديال دابا والمتطلبات ديال دابا ماشي هو ديال النظام التعليمي ديال شحال هادي. دونك بقى نفس الريتم داكشي، علاش ما غيكونش عاوتاني عندنا داك الرضا على ديك الخدمه في الادارات العموميه؟ وكذلك ديك التجارب اللي سمعنا ديال الديكالاج ما بين عاوتاني الحاجيات ديالنا حنايا والظروف المعيشيه ديالنا اختلفت، ماشي بحال هادي. كان بنادم غيبقى في واحد البلاصه يقدر يعيش فيها ويموت فيها، وكاع الاغراض الاداريه ديالو غادي تكون عنده في ديك البلاصه. دابا بنادم ولا كيتنقل بزاف، غادي يتبدلوا ليه الحاجيات ديالو، ما غاديش غادي يخصو يلبي الحاجيات ديالو في بلاصه واحده اخرى، ماشي ضروري الوثائق ديالو التوبوتيه ولا شي حاجه مرهونه بديك البلاصه. هاد الخدمه هادي كتبان ليا بالذات خاصها تصلح. داك عدم الرضا هو بحال قلتي تكون من ملي كتكون صغير، تدخلتي للمدرسه عشتي واحد التجربه مثلا في التعليم، زدتي شويه مثلا مشيتي للسبيطار عشتي عاوتاني واحد التجربه اخرى في واحد الميدان ديال الصحه، طلعتي مثلا شي ورقه اداريه شي حاجه، مجموعة ديال دوك التجارب صافي كتعطيك واحد نفس بحال قلتي نفس الرياكسيون كتاخذها عند كاع الميادين، تولي تجيك حاجة عادية. أنا ديك أنك ما تيقش في ديك الإدارة، وحتى لا بحال قلتي حتى اللي جيتي تشكي في كل حاجة بوحدها ماشي هذاك هو الحل، فهمتيني؟ كتولي منك من جميع كتقول ماشي غير أنا بوحدي، راه هادشي كينطبق على واحد مجموعة ديال الناس، الا بوحدي هضرت فهمتيني راه انا اللي غفلي فيه ديك الساعه المشكل. صافي حتى انت كتعايش مع الوضع. يعني هذا المشكل ديال الثقه كيتفاقم لدرجه اننا كنحسوا اننا انا في نظري ما يختلفوش جوج في المغرب انه الثقه ما كايناش، ولكن ولينا اللي كيقيسني اننا ولينا وصلنا لواحد المرحله اننا متقبلين داك الوضع بحال صافي هكا خصو يكون، ولينا عايشين. انا اصلا قبل ما نمشي لديك المؤسسه كنتوقع انه نفس الشيء داكشي اللي غنلقى هو اللي غيكون، يعني ما كنبقاوش نتصدموا ان ديك السيرفيس ماشي كيف خصها تكون. وصلنا لواحد الدرجه الثقه اللي صعيب باش نعاودوا نحيوها،
وشنو كيبان لك حنا كشباب؟ واش زعما داخلين في هذا الشيء؟ واش كنشاركوا؟ واش كنعبروا؟ بدا شويه كيبان على الاقل في لي باج فيسبوك وهذا بدا شويه كيبان التغيير، ولكن خصنا نبداو في الواقع. وانا مؤمنه ان لو كل واحد فينا، لو كل فرد بدا يتغير من نفسه وغيأثر ولو شويه 1%، انا كل واحد فينا شويه راه غنوصلوا. ورا كيستيون ماشي ديال فلوس، انا كنظن انها كيستيون ديال عقليات وبنادم. حيت مثلا الخدمات الاداريه ولا الاغراض الاداريه، كاينين شي مؤسسات عموميه غادي دير فيهم فلوس، مثلا المؤسسات الصحيه والتعليميه غادي نقولوا مثلا غادي انفيستي فيهم بزاف، ولكن المؤسسات الاداريه ما نظنش راه لي زيسباس كاينين موجودين، خاص غير الخدمه اللي تكون مزيانه. ديك الخدمه ما كتطلبش شي ماتيريال واحد اخر، شي حاجه غادي تجيبها، غادي كتطلب داك بنادم، داك الشخص اللي خدام تما هو اللي غادي يحترم القانون، داك الناس البنادم اللي غيجي ياخذ الخدمه ديالو حتى هو يعرف الواجبات اللي عليه. انا كتبان لي لا بازي سيستم ادوكاتيف بالنسبه بحال المؤسسات العموميه، يقدر ما كنحسش باللي كنتمي، وما عندناش كنحسوا بالانتماء للوطن. كل واحد يخدم، انا كمغربي كنخدمك انت كمغربي، الا كتحس براسك كتنتمي لشي حاجه كتعطي فيها الماكسيموم، كتبغيها كتعطي فيها. وحدين كيحسوا براسهم جايين داك ديك البلاصه باش ياخذ الفلوس، راه ماشي باش يعطي خدمه، باش يدوز واحد الوقت تما وياخذ الفلوس. الاخذ والعطاء، ما مربيش عليها ولا ما مولفش عليها. انا بالنسبه ليا داكشي كنرجع للباس ديال السيستيم باش قرينا، حيت حنا ولفنا بحال مات فينا ديك البيرسوناليتي ديالنا، مات فينا انا اين انا من كل هذا. يعني كيبقاو يعطيوك شي حوايج شي حوايج، حتى كتنسى راسك انت، ما بقى عندك وجود، انت ماشي موجود، غير كتبقى بحال الماشين صافي كتخدم داكشي اللي بغاوه. علاش؟ حيت داك الخطا ولا داك الغلط ولا داك الجاس اللي بان لك ماشي هو هذاك، ماشي المشكل في القانون ولا في الاساس ديال ديك الخدمه، القانون ولا داكشي اللي مكتوب ما فيهش مشكل، قد ما انا كنتلاقى المشكل مع البيرسونيل. البيرسونيل ما كيخدمش مزيان، كتمشي يبدا يتعامل معك شي تعامل ماشي ديال الاحترام ولا شكرا ليكم بزاف.